السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس. نكمل معا درسنا الذي بنأناه سابقا والذي كان بعنوان المستقبل. رأينا من خلال قراءة هذا النص كيف أن الشجرة كانت تسخر من النهر لأن مياهه أصبحت قليلة، وكانت تراه عجوزا قد قارب على الموت والانتهاء من هذه الحياة، لكن النهر طبعا كان صامدا وواثقا من أن الحياة ستعود إليه من جديد بعد أن يأتي فصل الشتاء وتزداد الأمطار والمياه هذا النهر، وكان متأكدا أنه سيعود للحياة ويعود شابا قويا. وفعلا رأينا أن هذا ما حدث في نهاية القصة، حتى أن النهر رغم ما فعلته الشجرة وما قالته عنه كان متسامحا عطوفا، فدفع ماءه بقوة نحو الشجرة فارتوت جذورها منه بشكل جيد. الآن سنجيب عن بعض الأسئلة حول هذا النص. بداية لدينا مجموعة من الكلمات المترادفة، نريد أن نحدد ما المعنى المناسب من بين الخيارات الواردة. طبعا بداية لدينا أنت تنظرين إلى حال اليوم متناسية المستقبل. طبعا متناسية تحتها خط، نريد أن نحدد ما معنى أو مرادف متناسية من بين هذه البدائل، هل هي رافضة أم كارهة أم متجاهلة أم قاصدة. طبعا متناسية المستقبل أي أنك أنت تعرفين أن المستقبل قادم لكن تتناسينه، يعني تتظاهرين بنسيانه، وهو ما نعبر عنه بكلمة واحدة وهي متجاهلة. نعم، برهنت على حكمتها باعترافها بخطئها. ما معنى برهنت؟ برهن على الشيء أي أثبت. نعم، إذا برهنت بمعنى أثبتت، ويجوز أن نقول دللت أيضا على حكمتها. الآن لدينا مجموعة أو معنا نص فيه مجموعة من المفردات، نريد أن نقرأ هذه الفقرة بداية ثم نعطي بديلا لهذه المفردات التي بين أيدينا. معنا بداية: بعد أسابيع تحقق ما قاله النهر للشجرة، فقد رحل الصيف وأقبل الشتاء. نريد مرادف لكلمة تحقق. ما مرادف تحقق؟ تحقق يعني حصل أكيد. فقد رحل الشتاء، رحل يعني ذهب أو غادر، وأقبل الشتاء، أقبل عكس رحل، ما هي إذن معناها؟ أتى. نعم، وأقبل الشتاء بأمطاره الغزيرة وثلوجه، فازداد ماء النهر وصاحت الشجرة بدهشة. ما معنى صاحت؟ الصوت العالي. ماذا نسميه؟ نسميه المناداة أو الصراخ. صاحت أي نادت. لقد عدت أيها النهر شابا قويا. ما معنى عدت؟ ما مرادف عدت؟ عدت يعني أتيت أو رجعت. نعم، إذا معنى تحقق أو مرادف تحقق حصل: رحل، غادر، أقبل، أتى، صاحت، نادت، ورجعت، عفوا، عدت، رجعت. الآن نريد أن نعبر عن المعنى المقابل لكل جملة تبعا للمثال الأول. قلت مياه النهر في فصل الصيف. المقابل لها: ازدادت مياه النهر في فصل الشتاء. إذا نلاحظ قلت أصبحت ازدادت، الصيف أصبحت الشتاء. إذا ما المعنى الذي نختاره الآن؟ هو المعنى المعاكس أو المضاد للجملة التي بين أيدينا. الآن تموت الأنهار عندما تجف مياهها. ما ضد تموت؟ تحيا. أحسنتم، تجف، جفة المياه انتهت. ما عكس هذه الكلمة؟ عكس تجف إذن عكسها تزداد. نعم، إذن تحيا الأنهار عندما تزداد مياهها. أنكرت الشجرة صحة كلام النهر. أنكرت يعني أنها لم تعترف. ما ضدها؟ ضدها اعترفت أو صدقت أو دللت أو أثبتت. إذن صدقت الشجرة صحة كلام النهر. إذن عكس تموت تحيا، تجف تزداد، أنكرت، صدقت أو أثبتت. نعم، الآن معنا مجموعة من الخيارات أيضا.
هي منتقاة من أحداث القصة، نريد أن نحدد من بين هذه الخيارات الأنسب لكل سؤال نبدأ به. السؤال ألف: بدأت أحداث القصة في فصلي؟ في أي فصل برأيكم بدأت الأحداث؟ هي لم تكن في فصل الشتاء، لأن في فصل الشتاء الأنهار لا تجف مياهها، ولا في فصل الربيع ولا الخريف. إذن في أي فصل كانت؟ بدأت الأحداث في فصل الصيف. أحسنتم. الآن: قلت مياه النهر لماذا؟ لأن البحر ابتلع مياهه، أم لأن جذور الشجرة امتصتها، أم لأن الغيوم أمطرت في مكان آخر، أم لأن المطر لا يسقط في فصل الصيف؟ لماذا كانت، بما أن الأحداث كانت في فصل الصيف بدايتها، إذن لماذا مياه النهر قلت في هذا الفصل؟ لماذا؟ ممتاز، لأن المطر لا يسقط في فصل الصيف. انتهت الأحداث بموت النهر أم الشجرة، أم انتهاء الشتاء، أم ارتواء جذور الشجرة؟ ما رأيكم، بماذا انتهت أحداث القصة؟ هل مات النهر؟ لا، بالعكس، عادت إليه الحياة من جديد. الشجرة ماتت؟ أيضا لا، لأن النهر دفع الماء إليها بقوة. الشتاء انتهى؟ لا، هو عادت الحياة إلى النهر عندما جاء الشتاء. إذن ماذا بقي لدينا؟ بماذا انتهت الأحداث؟ بارتواء جذور الشجرة بعد أن كانت تشعر بالعطش. نعم، بهذا السؤال ننهي أحبتي درسنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم. إلى اللقاء في وقت آخر وفي درس جديد وفائدة جديدة.